جديد، وبالتالي كمية المادة الفعالة اللي تقدر تحطها في نفس المساحة أو الكمية بتبقى أكتر بكتير. بالتجارب طبعا الدواء ده عدى في المراحل التجارب الكلينيكية برا كتير، وخد FDA دول دي كلها من قبلنا كمان، فهو عدى كل المراحل اللي هي اللي موجودة بتاعت التجارب السريرية وأثبت كفاءة. مستو إن إحنا في مجموعة من المرضى الأدوية اللي كانت موجودة عندنا استجابتهم بيها قليلة أو جزئية أو يحتاجوا للحقن بصفة متكررة جدا وعلى مسافات زمنية قصيرة. الدواء الجديد بيجيب نتائج في مجموعة من الحالات اللي هي ما استجابتش للأدوية اللي كانت موجودة سابقا، وكان بيبقوا لسه عايشين بالارتشاح بالرغم من إن هم بياخدوا الحقن اللي موجودة. فدي الميزة الإضافية اللي موجودة. الميزة الثانية إن هو في مجموعة من العيانين بيسمح إن إحنا نطول الفترة الزمنية بين كل حقنة والتانية. طبعاً كل حقنة بتمثل عبء على المريض، عبء نفسي وعبء مادي وعبء على أسرته إن هم يجيبوه المستشفى. فكونك تقدر تطول فترات الحقن ما بين كل حقنة والتانية دي في حد ذاتها طبعاً ميزة إضافية وبتضيف راحة للمريض وأسرته وتخفف عنهم العبء.